السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة التربية الاجتماعية، عنوان الدرس وطني الأردن. بعد أن تناولنا عن الملك طلال بن عبد الله رحمه الله، وبعد وفاته تولى الحكم الملك حسين بن طلال رحمه الله، بعدها تولى الحكم الملك عبد الله بن الحسين أطال الله في عمره. وطني الأردن، ما اسم وطني المملكة الأردنية الهاشمية؟ عاصمتها عمان. اسم وطني المملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمان. اسم الملك عبد الله بن الحسين، ما اسم الملك عبد الله بن الحسين أطال الله في عمره؟ احنا منحب الملك، طبعا منحبه، طب لماذا نحب الملك؟ أول إشي لأنه قائد الوطن، اثنين رمز العزة، وثلاثة لأنه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما اسم الوطن المملكة الأردنية الهاشمية، وما هي عاصمتها؟ عمان.